صار الساعة واحدة ولا إذا أتعطوهم نحكي ثلاثة أربعة، إذا بتحكي مسافة بين عمان والعقبة يعني هذا شيء خطير جدا. صحيح. نعم يعني ما تعليقك على ذلك؟ شوف كان في باص، أنا استمعت، في كان باص راح على العقبة والمساحة خربانة ووقفوا وشاهدوا المنظر الكئيب المرعب اللي عقدهم. هذه نقطة. النقطة الثانية مجلس الأزمات بحكي عنه، هذا لازم إدارة الأزمات نعم. لازم يحل ويعاد تشكيله، مش من أشخاص بعينهم بعيدين بروج عجية بعيدين عن الناس. وأنا هذا المجلس السياسات السياسة الأزمات هذه ما مش شايفهم يقدم كما هو مجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الهيئات اللي شكلناها حوالي 73 هيئة ما بتقوم بواجبها على أكمل وجه. هذه لازم كان حركة سريعة لإنقاذهم، طيارات هليكوبتر. أنا سمعت زميلة رندا شاعر كانت على الواقع اتصلت، ما خلت ولا إذاع ولا وزير ولا مسؤول ولا رئاسة الوزراء إلا اتصلت معهم. لو تحركوا في ذلك الوقت لكان الموقف تغير، ودليل على ذلك الخمسة. لذلك القائمة هناك. وبعدين الإعلام يا سيدتي، الإعلام مضلل يعني مع الاحترام. أنا مصاب، بدل ما تيجي تكون قائمة وصلت لوزارة التربية والتعليم والأسماء والعناوين يهدوا نفوس الناس ويقولوا لهم ابنك مصاب كذا وكذا موجود هنا، مش أركض من شونة مستشفى شونة للأشرفية لهون لهون لهون. الإعلام مقصر، الإعلام مقصر. بدي أضرب لك مثال، حطوا ضمن القائمة طفل هذا اللي بيغني وما بعرفه موجود في فلسطين. مبارح طلع الطفل وقال أنا غير هيك. مبارح جابوا تعرفي فيلم وأنا أتفرج عليه بالليل، جابوا فيلم لشخص بنقذ طفل من المية، تبين إنه فيلم عام 2016 أو 2017 في الجزائر. هي الوسائل التواصل الاجتماعي فيها تضليل نوعا ما. التواصل الاجتماعي بدها تكون ملتزمة، تحافظ على كرامة الحقيقة الناس كمان والحقيقة يعني. وتعطي الحقيقة لنصل إلى المعلومة الكاملة. لذلك بعدين أنا ليش ما عندي إنذارات؟ مبارح بطلع وزير البلديات بقول لي هي لا تابعة للوزارة البلديات ولا تابعة للأشغال ولا تابعة. واحد لم قال حكم ذاتي في بالمنطقة هذه، منطقة تنموية قال منطقة في بلديات وفي منطقة تنظيم وخارج التنظيم، وهذه ضمن الأشغال العامة لازم أن يكون محاسبة هناك على ذلك. بعدين ليش ما عندي يعني أنا هل درات؟ تهرب وزير البلديات برأيك من المسؤولية؟ ما عنده علم ولا ما عنده معرفة للأسف الشديد. وهي وقاعد على ظهوره قد ما صحن تحت القبة وما فيه. هذه مسألة انت بتقول لا بلديات ولا مجالس قرويه ولا كذا والاشغال مين المسؤول عنها؟ بعدين أيوة. السد الموجود هل معقول بهالكثافه خلال اقل من دقائق تيجي هالكميه الهائله من الامطار؟ من الامطار معقول لو ميه وشتاء بسيط والله غير تمشي وانا اكون نص الميه مدرج. لكن هذا شيء مرعب كان ودفع قوي جدا. طيب هذا التدفق اليوم الحكومه الا يجب عليها التحقيق فيه؟ بتعرف يا اخوان بعض الصحفيين راحوا على السد يشوفوا في له منافذ ولا ما لهوش منافذ، كيف وصل هذا بدمر المزارع كله وحذروا منه. خاصه انه المعلمه قالت انه خلال لحظات كان في هناك تدفق من المياه الترابية والطينية والشجر بالضبط، حكت انه ارتفعنا على مستوى اعلى من عمارة تسلقوا على الجبال. يعني انت بتحكي مش مياه مطر، لانه احنا لا مستحيل يكون مياه مطر استوائية يعني. مستحيل. شوف المعلومات في بعض من الامور تضلل. انا لما وجه بوصلتي فقط للمدرسة انا صاحب الولاية العامة يا استاذة اخي غازي، انا صاحب الولاية العامة كحكومة. صحيح. انا براقب، اذا في خلل انا بعالجه، إذا في خلل من المدرسة وغيره أنا بعالجه، أنا بتحملها. بعدين أنا الشركة، بعدين أنا معطينه لشركة على فرض، والشركة معطيته شركة من الباطن، والأمير حسن هذا كان بزماناته يطلع على هالمناطق وسلقه. إذا الشخصيات والرموز الكثيرة، أنت جاي لأطفال عمرهم 12-13 سنة، شفت مناظرهم كئيبة جدا. لذلك المسؤولية تتحملها الحكومة بالتكافل والتضامن. إحنا بكرة عليها تحمل مسؤولية برضو في هذا الموضوع، أن أطفال تحت السن القانوني. صحيح أنا معك، بس لا يجوز لرئيس الحكومة ولا لوزير من الوزراء أن يتخلى عن مسؤوليته. هذه مسؤولية ولاية عامة، إذا قصر معناته إذا قصرت أنا دب الناس على الموت وأترك الآخرين. لا، أنا بمارس، بعمل وقاية، بعمل خطوط دفاع. خلل أمني دخلت على المنطقة، بعدين منطقة الأزرق اللي بيحكوا عنها، منطقة الأزرق هذه ممكن تروح فيها كلها. إذا أنا بدي راعي الحكومة وأترك الناس على رأسها ما بيصير. في مخاطبات سابقة للأشغال من الناس حول هذا الجسر للأمان، بقول انا حكيت من سنه متهالك. من سنه في تصدع مختلفه تماما لكن الجسر ادى الى اعاده الحركه.